يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله. سلام عليكم. يا باحثا عن حسين عن حسين عن حسين، يا سائلا عن حسين عن حسين عن حسين، هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسيني وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء. إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة 23 بعد 200. يا حسين. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. لم يبقى عندنا إلى نهاية هذا البرنامج، أتحدث عن مجموعة حلقات هذا هو الحسين. لم يبقى عندنا إلا بعض حلقات سأعنونها عنوانا جديدا بعد أن تم الكلام في العنوان المتقدم، الحاضنة الحسينية. عنواننا الجديد وهو الأخير أيضا للحلقات المتبقية من هذه المجموعة، أسئلة وأجوبة. تردني أسئلة كثيرة لكنني لا أجد وقتا للإجابة عليها كلها. هناك أسئلة أجدها مهمة ولها علاقة بموضوع هذه الحلقات، لذا سأقف عندها مجيبا عليها بحسب ما يسمح به الوقت. إذن عنواننا الجديد أسئلة وأجوبة. السؤال الأول سأطرحه عليكم. هذه الحلقة جزء أول من جواب هذا السؤال. الجزء الثاني يأتينا غدا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. سؤالنا الأول يرتبط برواية جاءت في مستدرك الوسائل للمحدث النوري، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة أهل البيت لإحياء التراث. هذا هو الجزء الرابع من هذه الطبعة، وهذا الباب الرابع والثلاثون. الحديث الثاني عشر، صفحة 61، وعنه صلى الله عليه وآله، عن رسول الله. أنه إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، يقول الحاكي الذي يردد ذكرا ودعاء، وذلك أمر مندوب مستحب حينما يصل صوت المؤذن إلى مسامعه، يقول الحاكي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالأئمة الطاهرين عليهم السلام أئمة، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ائت محمدا الوسيلة والفضيلة. وفي قراءة أخرى ائت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته وارزقني شفاعته يوم القيامة. سؤال السائل من أن الدعاء هذا يشتمل على مضمون انتفاع النبي صلى الله عليه وآله بدعائنا، ويظهر من كلمات هذه الرواية، من كلمات هذا الدعاء الذي يردده الحاكي وهو المستمع لأذان المؤذن، فإن المضمون يشتمل على أن النبي صلى الله عليه وآله تتكامل درجته بدعائنا. فهناك أمران: الأمر الأول دعاؤنا نافع لرسول الله، والأمر الثاني النبي في حالة تكامل. هذا يعني أنه كان في نقص، وهذا النقص يزول بتكامله. أنا لا أريد أن أقف طويلا عند هذه الرواية بشكل خاص، وإن كان السؤال قد وردني بنحو خاص عن هذه الرواية، فأنا لا أريد أن أقف عند هذه الرواية بشكل خاص، وإنما سأفتح الموضوع على مصارعه كي تكون الفائدة أكثر. فهذا الذي ورد في الرواية وفي هذا الدعاء من أن النبي سينتفع بدعائنا، بدعائي ودعائكم، ومن أنه سيتكامل بسبب دعائنا هذا، وهذا يكشف عن نقص كان يعاني منه، ولذا فهو يتكامل بدعائي ودعائكم. اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وارزقني شفاعته يوم القيامة. فهذه العبائر تحدثنا عن النقطتين اللتين أشرت إليهما، عن انتفاع رسول الله بدعائنا، وعن تكامل نقص يعاني منه. سنذهب إلى فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب مدينة لندن، وبعد الفاصل أعود إليكم.